إذن مصطفى طوسة، هذا التوتر في العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا ذهب إلى منحى لنقل سلبي جدا فيما يتصل بالتراشق بالاتهامات وتبادل المسؤوليات وغير ذلك. إلى أين وصلت هذه الأزمة واقعيا بين البلدين؟ نعم، يجب الإشارة هنا إلى أن هذا التوتر وهذه الأزمة في العلاقات الفرنسية الإيطالية كانت متوقعة. يجب التذكير هنا فقط أنه عندما كانت جورجيا ميلوني تقود حملتها الانتخابية قبل الوصول إلى السلطة في روما، كانت لها مواقف وانتقادات حادة تجاه فرنسا وتجاه شخص الرئيس إيمانويل ماكرون، حتى أنها بنت بعد مجدها الانتخابي في الانتقادات العنيفة التي وجهتها لفرنسا ولإيمانويل ماكرون، ووقتها حملت فرنسا وإيمانويل ماكرون مسؤولية ما يجري حاليا من نزوح جماعي ومن هجرة جماعية للدول الإفريقية. كانت تقول بصراحة وتوجه أصابع الاتهام إلى فرنسا بأن سياسة فرنسا في هذه الفضاءات الإفريقية هي المسؤولة عن هذه الهجرة السرية والغير نظامية التي نشهدها حاليا. هذا قبل أن تصل إلى يعني السلطة في روما. عندما وصلت واستلمت الحكم يعني قامت بأول خطوة استفزازية تجاه فرنسا عندما رفضت أن ترسو هذه الباخرة أوشيان فيكينج في السواحل الإيطالية وفق ما يقول قانون البحار والقانون الدولي والاتفاق الأوروبي. الاتفاق الأوروبي يقول بأن أي باخرة محملة يجب عليها أن ترسو في أقرب ميناء ممكن جيوغرافيا لهذه الباخرة، وكانت الموانئ الإيطالية هي الأقرب لهذه الباخرة. لكن جورجيا ميلوني السلطات الإيطالية الجديدة رفضت أن تستقبل هذه الباخرة ودفعتها بطريقة وبأخرى إلى التوجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية وفرضت عليها أن تستقبلها. تسبب ذلك في جدل كبير في فرنسا، هل نستقبل هذه الباخرة أم لا نستقبلها؟ إذا استقبلناها فهذا يعني بأن ذلك قد يعطي إشارة مشجعة لباقي المهاجرين السريين الذين سيأتون إلى أوروبا، وإذا لم نستقبلها فهي ضربة موجعة لصورة فرنسا في العالم التي لا يبدو أنها يعني تتفاعلت إنسانيا مع مأساة على بعد كيلومترات من شواطئها. هذا هو يعني الباب السدود الذي وصلت إليه المقاربة الفرنسية.